قضت محكمة مصرية السبت بسجن الفنانة المصرية سمية الخشاب لمدة 3 سنوات وكفالة 50,000 جنيه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. وكان الفنان أحمد سعد أعلن مقاضاة طليقته سمية الخشاب واتهامها بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 1,000,000 جنيه لصالحه. وفي مارس الماضي أعلن الفنانان انفصالهما بعد أقل من عام على زواجهما، ثم توالت الاتهامات بين الطرفين، وشغل نبأ طلاقهما مساحة كبيرة من حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أشهر. واتهم الفنان أحمد سعد طليقته سمية الخشاب بخداعه في معاملات مالية مرتبطة بشرائها منزلا وسداد أقساطه، وذلك خلال استضافته في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة. وقال الفنان أحمد سعد إنه عندما طلب نقل المنزل باسمه رفضت نقل المنزل إلى اسمه، وأخبرته إنها ستعيد الأموال إليه التي دفعها، وقامت بمنحه شيكا بربع المبلغ فقط، وهو ما دفعه إلى اتخاذ القرار بالطلاق ومقاضاتها. وعن زواج الفنان مدحت صالح من الفنانة سمية الخشاب سرا، يحل اليوم السبت 2 نوفمبر عيد ميلاد الفنان المصري الكبير مدحت صالح الذي ولد في 2 نوفمبر عام 1960، وبدأ مشواره الفني وهو في سن الطفولة عندما استمع إلى صوته الدكتور يوسف شوقي في إحدى الاحتفالات المدرسية. وقبل عدة أشهر انتشرت أخبار تفيد بزواج الفنان مدحت صالح بالفنانة سمية الخشاب، ما جعل الأخيرة تتصدر مؤشر البحث جوجل إنزاك. وفي يناير الماضي نفت الفنانة سمية الخشاب ما تردد من أخبار عن زواجها العرفي من الفنان مدحت صالح بموجب عقد زواج استمر مدة 2 عامين بحسب التصريحات التي نسبت إلى الأخير عبر إحدى المواقع الإلكترونية. وأكدت الفنانة سمية الخشاب بحسب ما ذكره أحد المواقع إنها لم تتزوج من مدحت صالح إطلاقا، مشيرة إلى أن الشائعات التي ترددت عن ذلك مؤخرا مجرد سخافات ليس لها أي معنى. وأشارت سمية الخشاب إلى أنه قد يكون حدث خلط لدى البعض بينها والفنان سمية الألفي، مشيرة إلى أن الأخيرة سبق لها الزواج من الفنان مدحت صالح ولست هي.